السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم المفضلة، وشكرا للقدماء والجدد. موضوع الساعة وهو بازلنا مع كرة القدم. لماذا كرة القدم؟ لأن كرة القدم اليوم هي مربط الفرس، وهي حصان تاع طروادة، هي خدعة لا غير دو تروي ولا لا غير دو شفال، هي في اللي كانت في لامس في ماسيدونيا، في ماسيدونيا. اذا هذه ولات لعبه تاع خدعه، وراكم شفتوا فيها كيفاش كتلعب، وشفتوا الملك هيتجامب على هذه القضيه، حنقز يحنقز باش يسرق لا فيكتوار، يسرق الفرحه نتاع ولاد الشعب، يسرق الفرحه نتاع ولاد الشعب، حيت من العاده ديالو كيسرق الفرحه ديال عدو هذا الشعب. واحد النهار محمد السادس كان دايز وديز واحد فاش في الدوار ولا شي هذيك المدينه وداك الشيء، وهو في السيره ديالو، والسيره فاخره بحال ديما لانه ابن الاكرمين وكيشرب الفلوس ديالنا، هو يشوف واحد المجموعه ديال الدراري مغاربه، ودوك الدراري كيضحكوا كيتفرشخوا بالضحك، وهو يوقف وبدا كيشوف فيهم، هما ما شافوه شيء، وكيضحكوا وتيقول علاش كيضحكوا هادو؟ ديت الذهب، ديت الفضة، ديت البترول، ديت قلت لي ديت وليت كنعطي بني إسرائيل وجبت الأفارقة، علاش كيضحكوا؟ وبدا كيشوف اللباس ديالهم، اش في راسهم تيشيرت، والأغلبية فيهم مساكن لابسين جينات، والجينات مقطعين، الجينات مقطعين. ألور أنايا لبست الجينات مقطعين، ولكن شريتهم مقطعين باسكو سين فيلوزوفي بوغ مونتر كوم سو كوم كو جو سوي إن لا مود، وهذا وكنخرج بهم، كيجوا مع هذاك السوليبا اللي شريتو في طاليان، مشيت لطالب الشيخ غير السوليبا وفيست ريترو، وكندخل بهم لي كلوب وداك الشيء، صافي جولي مانيفيك، تادير صافي جان وداك الشيء، وكندخل بهم على العيالات. هو شافوا لابسين دوك الجينات مقطعين، حيت الفخر ولبسوا داك فهمتيني كتسمى داك حوايج مقطعين، جينات مقطعين، دومي تور ما تلاش مشى فين غيمشي، وطلع للدار ديالو القصر، ستاك ستاك ستاك، وهو يكوموندي اونلاين من الولايات المتحدة جين مقطع بشي مارتي 2500 ولا شي حاجة ديال الدولار. اعتقد بلي ان كاين شي حاجه في داك التشين، قال اذا لبست التشين غادي نكون سعيد، نكون فرحان، كيعتقد ان الفرح والسرور جا من داك التشين اللي مقطع. هما فرحانين لان هما اصلا ناس ما علاش غادي يبكيو؟ ما تيملكوش، ما تيكسبوش، بقى لهم غير واحد القلب ديالهم كيضرب وكيضحكوا، واعتقد غيسرق منها ويخرج لغد ليه، هو يدير السلفات بهذاك الجين باش ما يبقاش داك الجين في ملك ولاد الشعب. سرقوا الفقراء. خصكم تعرفوا العقليه نتاع هاد الملوك هادو العدويين، راكم قدام واحد الظاهره فلسفيه سياسيه اوتروبولوجيه، ما يمكنش نقول لكم كل شيء حيت كيتسنطوا ليا. اذا هاد اختراع كيفاش ما بغيتوش يخرج ويسرق الربع؟ هاد واحد لا فيكتوار نتاع ولاد لي زيميغري، جابوها لولاد الشعب المستضعفين، هو يجي ويسرقها. راه الانسان ما تيفكرش، كون فكر لحظه ما كاينش شي ملك على الارض ولا رئيس دوله تيدير بحال هاد الفعله هادي، راه ما تقدوش تفهموا هذه القضيه، وما يمكنش نشرح لكم بزاف حيت كاين شي حوايج ما خصنيش نقولها لكم باش اذا هاد الكره هادي قلت لكم راه حصان طرواده، واليوم الربح هو محمد السادس، ولكن كي غيغا غيغا لو ديغني اللي قالوا الكوار اللي كيضحك، واللي كيضحك في اخر المطاف، لان حنايا داخلين في حرب وداخلين في صراع، صراع ديال الامه ما بين نظام فاسد مشتبه الجائر، وحنا اهل حق و
على صواب وكنطالبوا بالحق ديالنا. وهذا الصراع راه مستمر، راه ماشي تربح اليوم، لا حنا راه كنتسناو حنايا. هنا راه ما كاينش الكره في رجل بيلانتيات، اتونسيون كاين كاو كاو، ماشي كاو دوبو، نوك داون غتخرج من التاريخ والى الابد. اذا ما تحاولش تلعب داك اللاعب، هذوك الناس راه غير ما قارين شاي وما فاهمين شاي، لا هذوك ولاد لي زيميغرانتي لا هذوك الفقراء اللي خرجتي. دابا غادي نتصنتوا لواحد من الابواق ديال النظام اللي كاره حنكو، واللي قال عليه تيقولوا العرب يا عبد من يشتريك، يا عبد من يشتريك، وهو المهدوي. حنا نتصنتوا المهدوي اش تيقول هنايا؟ الامانه دروسا وعبرا لابد من تعلمها بجديه المطلوبه. حسب وعينا وذاكرتنا لم يرفرف العالم المغربي في شوارع سبته ومليليه السالبتين المحتلتين، هاتين القطعتين الجغرافيتين اللتين هما الجزء لا يجزا من التراب المغربي. حنا عمرنا ما نسينا سبته ومليليه، مساله امثله وقت ومساله تدمير صراع، لانه يستحيل ان نفتح العديد من الجبهات علينا. اليوم اسود الاطلس بكريده ولد الغريب قدموا لنا فرصه سياسيه من ذهب، ان الرايه المغربيه تفر في سبته ومليليه لكي يتذكر المحتل ومن لا يتذكر على ان هاتين المدينتين مغربيتين. هذا هو الربح الاول اللي كيعتبر الكره طرف وفرصه للالهاء والتضليع القضايا الحيويه. دابا سمعتوه قالك لاول مره في التاريخ سبته ومليليه رفرف فيهما العالم المغربي. اولا عندما نقول بلي العالم تاع واحد الدوله يرفرف على واحد الارض، داك الدوله عنده فيها سياده، وكيطلعوا الرجل اللي كينتمي للمؤسسه تيكون غالب الاحيان عسكري، وتيوقف وكيجيبو تيحلوه وكيطلع داك، وكيطلعوه شويه بشويه 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 بشويه، وكيطلع داك العالم كيتربط وكيرفرف. كتكون هنا واحد القضيه سميتها السياده. كاين العالم المغربي كيرفرف فوق السفاره نتاع المغرب في الميريكان ولا في السويد، ماشي شي بلاصه اخرى، فوق واحد البلاصه هذه كتسمى ديكسترا تيري توريا ليتي، هذه كتسمى واحد البلاصه تابعه للسياده المغربيه، السياده، وهذه داخله في العلاقات الدوليه. ولكن دوك الدراري هازين في الطوموبيلات وبانو كثار، هذيك القراءه ديالك راها غلطه. هذيك اللي كنتي كتعرف تقرا كتبين على ان كاين شباب كثار مهاجرين في ديك المنطقه وعايشين في ديك المنطقه واللي هما مغاربه. راه الشيم اللي قالوا الانجليزه ولا لي زونغلو ساكسون باش يكون شباب في هذاك لاج متغربين، راك شتي السن ديالهم، راه خصهم يكونوا فين؟ خصهم يكونوا في المدارس وحدا والديهم، وكيمشيو كيهزو الشكاره ويمشيو يقراو. شيمونيو شيمونيو، انت والملك ديالك. اذا ما تحاولش تقلب الايه، راه حنا ما غاديش نخليوك، وهذا هو الدور ديالنا، ما غاديش نخليوك. احنا غادي نشوفوها من البدايه. عبارا لابد من تعلمها بجديه المطلوب. حسب وعينا وذاكرتنا لم يرفرف العالم المغربي في شوارع سبته ومليليه السالبتين المحتلتين، هاتين القطعتين الجغرافيتين اللتين هما جزء لا يجزا من التراب المغربي. حنا عمرنا ما نسينا سبته ومليليه، مساله امثله وقت ومساله تدمير صراع، لانه يستحيل ان نفتح العديد من الجبهات علينا. اليوم اسود الاطلس بقيت ولد الغريب. دابا هنا غادي نقبطوك على القضيه، حيت انت ما كتعرفش العلاقات الدوليه، وانت غير انسان عبد، والعبد لا يمكن ان يتكلم في العلاقات الدوليه. كتقول لا يمكن ان نفتح جبهتين، لان واخا غادي نفهموها المتتبعين الكرام. بدات بغى يقول زعما كاينه ما يمكنش نمشيو للصحراء ونمشيو لسبته المليليه. شكون اللي اقدم في التاريخ؟ الصحراء غير 1976، هذيك المنطقة هذيك راه عندها 400 سنة، 400 سنة راه في يمة نتاع البرتقيز هما اللي داوها، لي بورتوغي كان عندهم اسطول كبير، وتما كانت معركة الزلاقة ومعركة الملوك الثلاثة، وغيموت فيها الملك سيباستيان، وغتكون القضية حوالي 1550 ولا 52، وغادي يكون الملك نتاع الذهبي أحمد الذهبي، وغي يصيفط ليه رسالة وغيقول ليه شوف جو بونس كو اوتور دو فو
Il doit y avoir des hommes raisonnables. Ne cherchez pas la guerre, parce que c'est une folie. Et Dieu n'aime pas les folies. Mais si vous m'invitez à cette guerre, j'y serai. J'y serai. وديك الرسالة سنقلب عليها، أنا ما عندي شيء غير عقل بالذاكرة، دوك السطور اللي بقوا في الذاكرة. قال لي هاد أنت يجب أن يكون حواليك رجال عقلاء، زعما اللي يكون سي ديالك راه لا فولي ما كيقبلهاش الإله. راه الحرب راه حماقة، إلا عرفتي عليا راني غادي نجي. علاش كتب لي بهذه الطريقة هذه؟ لأنه كان باقي دري صغير، كان باقي صغير، و هو اللي غيكون غرق وغادي يقبطوه المغاربة وغيحطوه في باب سبتة وغيعطيوه البرتقيز، والبرتقيز غادي يقبطوه وغادي يطمسوه وما غايقولوش راه مات في الحرب في المعركة، غايقولو راه داه الله وراه غادي يرجع، داه الله وغادي يرجع ونعسو الشعب هكذا. إذن راه ما عمر العلويين منذ 300 سنة ما سولوا على سبتة ومليليا، وما عمر العلويين دافعوا على الوحدة ديال البلاد. راه إلا مشات الصحراء، راه الخطأ نتاع محمد الخامس والحسن الثاني، ولا مشاو الحدود الغربية بالنسبة لنا حنا والشرقية بالنسبة للجزائر، راه الحسن الثاني راه أنا باقي أنا راه كنت في البارك سكران منين دار الحسن الثاني معاهدة في إفران مع أبو مديان مع أبو خروبة، وعطاه واحد المنطقة تمنية بالغلات ديالها وبالأشجار ديالها. العلويين راه ميقدوش على واحد الأرض شاسعة، حيت ميقدوش يضبطوها، ما يقدوش، حيت ماشي ديمقراطيين، فهمتيني؟ ماشي ديمقراطي ما يقد جاي، حيت خصهم يديروا تما العمال والولاة والجنرالات وغيديروا لهم القلاب. إذن خص تيقطعوا في البلاد. وباش تفهموها مزيان، حسن الثاني كان كيطلب بالاستفتاء، هو اللي كان كيقول الاستفتاء، علاش؟ باش تمشي الصحراء، وهذا كيطلب الحكم الذاتي باش تمشي الصحراء. الرجل العاقل تيقول الصحراء ما هي الا تتمه طبيعيه وجغرافيه ديال المغرب، الا كانت جزائر وسوسه وهذاك وهذاك كاع الدول العربيه حتى الشيشان عندهم الصحراء، لماذا الله والرب ديال الطبيعه يحرم منها الانسان المغربي؟ سي كومسا هما تيعطيوها. علاش؟ حيت عطايا، ولكن غيقول لهم خليو العالم يفرفر واستعملوا الدرهم وحنا عطيونا واحد 25%، غير ليهم هما بحال واقف في البترول، بحال واقف. انا بغيت شي واحد يقول لي فينا هو الذهب اللي كاين تاع المغرب؟ اذا كان الذهب في المغرب خصو يتعوم الدرهم. فين هما اللعابه المغاربه؟ علاش جيب لي زيميغري؟ ما تلعبش هاد اللعب هذا، راك ما قاريش بزاف وما قاري حتى شويه، وديك يوم اللي قريتيها راه ماشي ديال بصح، راه غير ديال بالعاني، راه الصحافه غير قرايه ديال بالعاني. ولكن كما قال لك شي واحد راك قريتيه، قال لك كتخربق مع سي راسك. اذا القضيه نتاع ما رفرفش العالم، ما رفرفش، يرفرفو وهي في السماء، سيكم شا يرفرفو في السماء، هذه معنى يرفرفو، حيت هذيك راه سيادة واعتراف، وهذاك الاعتراف تعترفوا به الدول كلهم، المجتمع الدولي، هذوك غير الدراري كيحترفوا. وهنا اللي خصك تفهم، الإسبان خلاوهم ما منعوهم شيء، في حين الملك ديالك الظالم الجائر كيمنع الشباب المغربي يخرجوا يطلبوا بالحقوق اللي هي مشروعه، وهزي العالم المغربي في وسط المغرب. ما بالك بهذا الخرج اللي خرجتك عاوتاني، ما كانش على بالك. اتونسيون، احنا نعاود نتسنطو ليك ونشوفوك، راك كلك راك غير كدحس. نهايه
شي دري صغار. على ان هاتين المدينتين مغربيتين، هذا هو الربح الاول لكعتب الكره طرف وفصل الالهي والتضييع القضيه الحيويه. قلنا لهم ان الكره قد تصنع ما عجز عن صناعته رجال الساسه، وها هو الدليل القاطع. اذا الناس قد تفقد الاشاره، راه فضائل وخير ولدر ذلك وسحبه هو اللاعب اللي معه لا يحول لها. اذا هذا درس مهم جدا. درس اخر في غايه الاهميه وقصد انتبه تفسير عتمها صراع الفوضى لنا ومفتع مع كامل الاسف مع جيراننا في الجزائر. ودائما عندما تحدث عن الجزائر وجب التوضيح، الشعب الجزائري كله اخوتنا، ما كناقشوش بين الجزائر والمغرب وشعب واحد مشابه، راه ماشي بروباغندا هذه قناعتنا وتبدا خاطرنا التحرير، عمرنا الشعب المغربي والتونسي المشكل في القاده او في الحكام بيناتهم مشاكل، حنا كنحاولوا نناقشوا في هذا المستوى. القاده ديال الجزائر في السنوات او في الاشهر الاخيره كثفوا انشطتهم، ليس خدمه للشعب الجزائري ولكن لمحاوله يعني عزل النظام المغربي وبينوا بانه نشيط وكيدير 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 وكيدير. اليوم عبر اسود الاطلس وبقيادة وليد الركراني تجاوزناهم بسنوات ضوئيه، لا حديث لكبريات الصحف العالميه والشوارع العربيه وشبينه الشارع الجزائري الا عن المملكه المغربيه. لم يعد مجال للحديث عن تبون وصحبه، كل اليوم يتحدث عن المغرب ومجازات المغرب. اذا هذا درس في غايه الاهميه. درس اخر قلناه ولكن ذكر لان الذكر في المؤمنين مهم بزاف. هؤلاء الشباب صانعوا الامجاد المغربيه هم ابناء الجاليه المغربيه، هم مغاربه ولكن كانوا برا. اذا ما استخلصتوش اخوتي المغاربه على الباص وعبدوا في ميناتكم في الديور في القهاوي وفي فيسبوككم ما درتو والو. الا بغيتو المغرب يتطور اللي كيغير على الشعب وعلى المملكه المغربيه، هادو مغاربه حاكمين راه في صومنيا كبر في صومنيا، هذاك البوم راه كبر في كندا، هادو الدراري راه كبروا برا. خصكم اخوتي المغاربه تلقطوا هذه الاشاره بزاف مهمه جدا، ان المغربي كيعطي الظروف وشروط كيصنع المستحيل. هادو وليدات برا ما كانوش معنا في المغرب، ما دار مدرب مغربي، ما دارش مدرسه مغربيه، ما شاف نادي مغربي، ما ولد الحي المحمدي، ما هو ولد العلامه، ما هو ولد شهر بن ديبان، ما هو ولد جبل درسه، ما هو ولد يعني عدد الاحياء كتفكروا في اسم الجامع الفلاني ولا كذا، لا كبروا برا. هذا درس ما خصناش نسال ولا نسال، ما معنى كبروا برا؟ اذا هادو صناعه ديال الظروف، اذا هادو كما تتحقق على الطاقه الايجابيه، هادو الطاقه الايجابيه هادو صناعه ديال الظروف سوسيو اقتصاديه وقانونيه وتشريعيه وديكتاتوريه. وكان البلد اللي ما كيحتضنش الابناء ديالو ماشي بلد. راه من دابا 25 عام 30 عام هادوك الدراري اللي طاحوا الاموات ديالهم في البحر، وهذيك المره اللي غادا معاهم بتي بيبي وطاحت في البحر، وهذوك اللي تيقطعوا يومين وتيطيحوا في البحر، تا هما غيكبروا غيقراو في اسبانيا وفي طاليان وبلجيكا وهذا. غادي تقول ابناء الوطن ابناء الجاليه، خصك تمشي للكل ديال الاشياء وما هي الاشياء تي فوا الفو فوار لو نيمو لو نومين دي شوز. اوكي ما تهضر ليش على النتيجه في البدايه، علاش خرجوا؟ علاش خواو من الوطن خواو البلاد؟ علاش الاباء ديالهم خواو؟ شتي هاد انت اللي كتقول وكتكبر بهم ابناء الجاليه، هادوك كانوا كيفكروا شي شويكيكا شويكا، ولكن فاتهم شي نتاعهم تاع بواتهم، حيت باهم اللي خرج من القهر، كون باهم بواتهم داهم لدوك الجبال والجورة في الناس خرجوا يقولوا شوف ولدي هذا هي العين الناس كنا كنشربوا وفيها الغبرة والرمال والطريق ما مزفتاش وما كاينش المدرسة وما كاينش الحمام وما كاينش وما كاينش، وتما ولدي مشيت بعت بقره باش نمشي، وهذاك حرق وهذاك وهذاك، يقول لي شتي البلاد هو سير بحالك اولدي وعيش في ديمقراطيه ودير فيها ولادك. تيني اذا اليوم جاو راه داروا جريمه في حق الشعب المغربي، اولا داروا جريمه في حق الانديه المغربيه، تقزمات وما حضراتش وما شاركوش في اللعب. اشني الاستفاده نتاع الانديه المغربيه من هاد الناس هادو؟ والو، جاو عاشوا في البدخ وغيرجعوا ثاني للبدخ، رجعوا للبدخ. وقلتي صنعنا التاريخ واجيال، اش من جيل اللي شافك انت غيعرف بلي المغرب دوله متخلفه، اللي سمعك انت يعرف بلي ملي كيكون صحافي كيهضر هذا المستوى المنحط كيبان بلي ان البلاد مشات. دارو ما دارو شيء، ما صنعوش تاريخ. راه ماشي الرياضه اللي كتصنع التاريخ، التاريخ كيصنعوا الرجال، كتصنع بالجامعات. تي ومن جبتي الجزائر بالامس القريب كانوا كيدوزوا الانابيب نتاع الغاز وكان بثمن رخيص وتيحطوا فوقو الملايين نتاع الدولارات، علاش ما هبطش الغاز في ديك السنوات؟ الملايين نتاع الامتار المكعبه نتاع الغاز وما نزلش الغاز، وفين هما دوك الملايين نتاع الدولارات؟
فهمت. إذن هذه الحكومة الجزائرية اللي كتهضر عليها بالفعل بالفعل ما مزيانة شيء، حيت كتساعد وساعدات، وفي وخاصة في السنوات ديال بوتفليقة ساعدات باش ينعشوا الشعب المغربي. الحكام تاع الجزائر عندهم جميع الإمكانيات المادية باش ينهضوا واحد النهوض بحال القضية ديال تركيا والدار الديمقراطية. كنا قلناها وناقشناها مع الشباب ديالهم في الثمانينات، كانوا غي ما كانش عندهم الزرع، ما عندهم والو، وكان يلقى واحد التغيير. جا العباس المدني بواحد التربية واحد التكوين أونجلو ساكسوني، إيوا فرنسا ما عجباش الحال حيت ما خصوش يكون، خص يكون غير لي فرانكوفون، وداو البلاد الداهية، داو البلاد للفتنة، ولينا مقعدين. إلا ديمارات الجزائر والحكام ديالها ما غيقبلو شي، غيبان الفارق. ما تقدرش تطلع نتايا ولا هذاك منار السليمي وتقولوا الجزائر، علاش ما كتقولوش تركيا دولة مسلمة؟ علاش ما تقولوش إيران كدير النووي؟ الجزائر ما كيديروا والو، كيضربوا بالبومبا، كيطلع الغاز، كيبيعوه بأقل ثمن، ما كاينش شي حاجه علاش نحسدوهم. وكينعش الشعب المغربي. ناس اليوم فتوهم، ماركت واحد جوج البيوت وقلتو فتناهم، لا ما فتوهم شيء، ما فتوهم شيء، فتوهمش. انا الملك ديالكم والرئيس ديالهم ملي كيمرضوا تيداو على برا، الفلوس ديالهم على برا، الفيلات ديالهم على برا، غير جالسين في البلاد. نهار ينوضوا الشعوب غيمشيو بحالاتهم. هاد المثال مابقاش تعطيوه، وما تبقاوش تخلعوا المغار الشعب المغربي بالشعب الجزائري بالجزائريين. والشعب الجزائري ماشي خوتنا، ماشي خوتنا. انا عندي خويا واحد قتلته ملي مات جدي، خلى لنا بشكليطه، قتلته على ود بشكليطه، وقتلت خويا على ود بشكليطه، واحد كبر مني مات الله يرحمه. اذا ما احنا ما كنعرفوش الخوش حنايا، ما تبقاش تلعب لنا على العواطف، ما تلعبش على العواطف. هذا العالم ديال السياسه، جزائري جزائري، تونسي تونسي، مغربي مغربي، حنا جيران، كاين اواصر اللغه نتاع الثقافه نتاع التاريخ، مشاركين واحد الحاجه واحد البزوله، بصح حنا مشاركين، حنا فيها خوت، عايشين تحت ناس ظالمين وفاسقين وقزمونا وهجرونا. تيكونوا جوج الناس ناعسين، إلا شتو جوج الناس ناعسين في الشوارع نتاع باريس ونتاع الطاليان ونتاع اسبانيا، واحد مغربي واحد جزائري. راه ما يمكنليش يكون سوري، حيت السوريين عطاوهم المنازل. إيوا ما تبقاش تدوخ عندنا. السياسي المغربي موفر لهم فرص ياشر، ولكن ماشي مشاو حقدوا وماشي مشاو انتقموا من الدوله والنظام او التعطيل للوطن الام، وجاو كيف الرايه كيقولوا النظام المغربي اذا كنت انت النظام المغربي ما قدرتيش توفر فرص الشغل لوالدينا وهجرنا نخدموا عند الناس، احنا اليوم رجعنا كنرفعوا ندخلوا الفرحه والبسمه ونسيطروا الفلوس للمغرب، نحيدوا المغاربه ما شوفوا انتقموا ولا دوله جنسوا، لا 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 اوفياء اوفياء، نحن خصنا نتعرفوا على العلاقه بين الارض والانسان. قدي هنايا غادي نحبسك عاوتاني، حيت هذه مسائل نتاع الهجره ما تعرفهاش وبزاف عليك، وهذا راه هذه مساله نتاع دراسه. هاد المهاجر هو انسان خاوي الوفاض، كيمشي كيحفر ولا كيدور البولونات، سدات نصرانيه ما تيحملش فكر. الابناء ديالهم ما قراو شاي، ضربوا الجلده، كيضربوا في الجلده. علاش جاو؟ ماشي اوفياء، حيت ما عندهمش تربيه سياسيه، ما عندهمش وعي سياسي. كون كانوا تيفكروا، كانوا كيفكروا وتيعرفوا بلي في 1965 تضربوا الدريب القرطاس، وكانوا عرفوا في الحسن الثاني خرج وشتم الشعب المغربي وقال لهم الاوباش، وكانوا كيعرفوا قراوا التاريخ الاجتماعي والسياسي المغرب، يعرفوا بلي تضربوا الناس بالنيوكلي دي برودوي شيميك في 1958،
وكانوا كيعرفوا باللي الناس جابوا لا ريفولت محمد السادس وهو يسرقها منهم وكتب الدستور وما احترموش، وكان عندهم وعي سياسي والذاكره غير هادي عامين تسدوا البيبان ما طلع حتى شي واحد، عفوا طلعوا جوج ديال الكلاب، هذاك الكلب مع الكلب ديالو اللي هو يا بو زعيطر، ما عندهمش وعي سياسي عليها جاو. شوف نتايا اللي كبرتي في المغرب وقريتي في المغرب ولحقوك في السجن وخبروا لك مراتك، كتخطر وكتدافع على النظام، انت اللي كاع قريتي ما حقدوش حيت ما تيعرفوش. الحقد راه ماشي هي من الرجال في هاد الحاله هادي، ماشي ديما كيف هاد الحاله هادي كتقول النظام السياسي ما دار والو. شكون النظام السياسي؟ قول القصر، قول البلاط، إذا كانوا ولاد زوج راه الحسن الثاني وخوه عبد الله الأمير هما اللي رحلوا الناس خدوا لهم الأراضي ديالهم، إذا كانوا ولاد الريف طف وما تهدرش على المهاجرين وما تهدرش على النظام، غادي نذكرك وكان خليك تلقى الاخر وغادي نعاود نقولها لك راه ما غنساهاش بعد الذاكره حنايا. ما كبرش فيها كاع، ماشي ولد هذا القطيع، ماشي ولد، ما كبرش فيها ما طلعش فيها، ولكن هو مرتبط بها. هذه اشاره الناس اللي تعتقد دراسه ان الانسان يرتبط بها واخا ما يكونش معاه. اذا خاصنا خوتي ما نساوش هاد الدراسه، هاد الناس ولاد الفقراء ولاد اللي خرجوا من الفيل، اللي خرجوا في الهجره، اللي خرجوا في كذا ومشاو وتكبروا وجاو ورفعوا الراي. عارف عليك ايها المغربي ايتها المغربيه، اذا كنت البارح فرحتي ونشطتي راه هذوك الناس خرجوا من المغرب مهاجرين، ولاد الناس وتكبروا وجاو فرحونا. خصنا هاد الاشاره فهموها ان المغاربه قادرين على صناعه المستحيل، عطيهم غير الظروف. خاصكم اخوتي المغاربه تقتنعوا وتفهموا ان العجز كما قلت راه ماشي فينا طبعا، راه هاد الحكام، هاد الحكومات، هاد الناس المتسلطين على رقاب الناس وراكم خاوي. خذوا العبره، نعطيكم مثال حي مزيان ودرس مهم. هاد المنتخب المغربي قبل ما تعطيه حي انا غادي نعطيك مثال، نعطيك مثال علاش ما تقولش محمد السادس هو المسؤول، علاش كتقول ما كبروش في هذه الارض وما ترعرعوش فيها ومرتبطين بالارض؟ كيفاش غترتبط بالارض وانت ما كبرتيش فيها؟ كيفاش انا عندك واحد المثال، كاين واحد الرجل ما كاينش بحاله في التاريخ نتاع الدول العربيه والاسلاميه بتاتا، مثقف، زعيم، خلق مدرسة حربية وكتقرا نظري نظرية ديالو في الحرب اللي هو عبد الكريم الخطابي، وغربوه الفرنسيين مع محمد الخامس اهه، وكانوا جايبينو عاوتاني وهو يهرب لهم في مصر ومات في مصر. إنا عام مات ما عمر النظام بغى يجيبو، هذا مات يا ناس، مات ما بغاش النظام يجيبو. الحسن الثاني ما بغاش يجيبو، محمد السادس ما بغاش يجيبوه باش تدفن في بلادو، حيت هادو ما تيبغيوش الرجال، ما تيبغيوش واحد حاكم حامل فكر، ما كيبغيوش الزعامات، ما كيبغيش شي واحد قوي الشكيمه عنده الكاريزما. الرجال تيبغيوهم شي، حيت الزعيم هو العلوي على وزن القلاوي، ما تيبغيوش اللي بوتا كيخلعوهم وكيجيبو 17 لعاب من برا، حيت غير ولدي مدري ما كيحملش فكر، تيركن في الكره فيش وورز ذا بروبلم. هادي اللي خصكم تفهموها المغاربه، اما شتي تقول لكم مهداوي راه ماشي محلل. نقول لكم واحد القضيه، ما تقراوش الصحافه، سيروا دوروا عامين تاع الادب الفرنسي ولا الادب الاسباني ولا تاع التاريخ ولا الجغرافيا ولا الادب العربي وتمشيو ديروا الصحافه، راه سادو موت با شي حاجه، راه والو، راكم شتو الفكر ديالو. واش هذاك سي كون كان هاد السيد هذا راجل وتي حنا كنفتح له وجاو وضحكونا وفرحونا، كيفاش كتفرح وخوتك في المهنه الصحفيين في السجن؟ كيفاش كتفرح ولصقوا التهام هاويه تافهه العمار وهذاك وهذاك؟ كيفاش كتفرح
كيفاش كتفرح؟ تيفرح حتى هذا بوق نتاع النظام، هذا لا يعتمد عليه، هذا ما عندوش قيم اخلاقيه. هذا ايوا دابا غنتسنطو لك. كان عنده يعني واش مدير نفس الميزانيه نفس البشر، علاش دابا عطاو قبل ما عطاش؟ كيفاش كنا كتجيب لاعبين كتجيب الاجود، كتجيب الاجود كتجيب لاعبين زوين، تبدل المدرب تبدل اللاعبين كان العطاء. يا ضاع القجع الحكومه المغربيه تصور معايا دابا دابا تقدر تشبه مثلا بحال طبعا وليد بحال وحيد خلينا نزيد شويه سميتو، تبدل وحيد وتجيب شي دري في وزاره التعليم، تبدل اخر تجيب وليد الرداني، تصور الحركه البسيطه ديال هذا البلاصه شنو ممكن تعطيك؟ تصور حنا ضغطنا باش جبنا وليد وضغطنا باش جبنا زياش، حنا مغاربه، حنا مغاربه الشعب المغربي البطل، حنا اللي ضغطنا عندنا مش غادي يكملنا بحال كيقولوا هاد الايام والقجع والقجع، لا حنا ما كنكونش القجع، عنده بعض الميزات وقلناها واحد اللقاء صحفي، عنده بعض الميزات وعنده كذا ما كنكرهوش، ولكن البعض ما بغاش يحاول يصور لنا هو زعما هذه الميزات القجع، راه كتعمل فرقه فوقاش ما عنده الميزانيه لك قبل وشنو دار؟ شنو دار؟ مش حال هذه وشنو دار في القطاع ديالو الماليه؟ راه غير كان القجع واعر وينجح لينا في الماليه وفي القطاع اللي تيدبروا، علاش نسبه النمو حنا ما قبل الاخر 0.8؟ شنو دار في الميزانيه؟ وتما ينجح في الاقتصاد وفي الماليه في القطاع ديالو، الا نجح حنا ونجحنا، اما لا كاين لاعبين يعني بس ما كنقولوش ولكن كاين لاعبين ارتاح مع وحيد وكذا شنو كانت الاجازه؟ يمكن وصلوا لربع نهائي، اذا الفضل كل فضل باش تعرفوه، باش تعرفوه ما كيتيكش الهضره ديالو وما عندوش واحد ينسويت واحد تتبع في الافكار ديالو، وهذا ماشي المشكل ديالو، المشكل تاع الناس اللي قراو في المدرسه المغربيه كلهم 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 عندهم هذا واحد ديكاتومي ما بين ما بين الافكار ديالهم، يقول الشيء ونقيد الشيء. قال لك جابوا دابا كيهضر على القجع، حيدوا هذاك اللي كان من قبل ولا ماسيدوان اللي كان مدرب وجابوا هذا المغربي هذا وتعطات نتيجه، وهادو تعطات جاب مد بود لي زيميغري ولا زيميغري كيضربوا غير في كره، راه القرار خداه محمد السادس هو معاه وقال علاش ما يحيدوش القجع ويجيبوا ناس اخرين، راه ماشي القجع اللي كياخذ القرارات، راه محمد السادس. انا نمشي معاك بعيد، الى محمد السادس ومعاه جابوا ولاد لي زيميغري والماليه ما كتمشاش مزيان والتعليم ما كتمشاش مزيان والصحه ما كتمشاش مزيان والشيب الوردي ما كتمشاش مزيان وما كاين والو والمحاكم حتى هي، علاش ما يجيبوش شاي الشباب المغربي اللي كيقراو في الجامعات وفي الصحافه وفي جميع انواع منها ما لا تعلمون، كاين مغاربه في شي اماكن ما عندكمش في المغرب، كاين مغاربه في علم الصواريخ ما عندكمش، كاين في علم النجوم ما عندكمش، كاين ناس بارتو. في 1983 84 كانت مغربيه هي اللي دارت الغلاف نتاع نتاع واحد الجريده جون افريك، بنت ماشي بنت العاصمه ولا بنت الدار البيضاء، بنت بلي بلال فين في لاناجا، كاين المغاربه بارتو بارتو، علاش ما يدخلوش هاي؟ لا النظام هذوك ما كينعشي بهم الشعب، هذيك غتبان بهم واحد يكون نمو اقتصادي ويكون ازدهار، ولكن واش ماما فرنسا واسرائيل غتقبل وغتسمح لسيدنا محمد السادس اللي توا عنده الاسياد ديالو ها ما يقبلوا ليه شيء؟ وهذه هي المعضله اللي كنعيشوها، الا باقي ما عرفناش بلي ان هذاك بحال باه بحال جدودو غير تمايا بحال واحد المقدم في واحد الحومه، كتشوفوا المقدم وكاع اصبع الاخر المقدم اصبع وكيدا سي المقدم وكاين شي مقي وسي المقدم، هادو بحال لا بنمشيو هادو عندهم الاسياد ديالهم. فرنسا ما عندهاش مشكله يديرها بحال المغرب، اسرائيل ما عندهاش مشكله يديرها بحال المغرب، علاش؟ هادوك ديمقراطيات، في حين خص المغرب ينعس، المغاربه ينعسوا باش يبقى هذاك الخليفه ديال الدول هادو. اذا ما تحاولش تدرع الشعب، حيت انت ماشي واحد الانسان اللي زوين في لاغيتوريك والخطاب ديالك ماشي هو هذاك، وغادي نقولها لك واحد السيد في الصفحه ديالي وماشي اول مره كتب لي انا ما كنقدرش نتسنط المهداوي حيت الكلام ديالك ركيك وثقيل وكيضر في القلب. انا كنصح المتتبعين ديالي بلي تصنتوا لاي واحد باش تعرفوا التناقض ديالهم، وراه كيخرجوا حقائق بلا ما يعرفوا،
تيقول وعلاش هذاك وعلاش وشتي وشتي دابا هادو حيت تعطاتهم الحدود وشتي كي ولاو شفتها وكاش ما تعطاهمش الحدود في بلادهم. علاش في البلاد ما كتعطاش الحدود؟ علاش ما كتعطاش الحدود في المغرب؟ ولا الملك ديالكم ما كيعطيش الحدود؟ ها علاش؟ علاش ما كتعطيش الحدود في المغاربه؟ الملك محمد السادس عطى الحدود لافارقه في افريقيا، بنى مدن ما كانوش، ما كانتش مدينه غير الخلا، بنى فيها مدن، دار تما ابناك، دار معامل، دار لهم بزاف ديال الحوايج. وهذوك الفلوس الملاير باش دار هما اللي خاصين اليوم في الميزانيه. وهذو خصو يتعاقب على محمد السادس، وانا غادي نعاقبك. شوف ما كاينش شي حاجه. اسمع 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 ما كاينش شي حاجه سميتها ثوره الملك والشعب. ما عمر الشعب المغربي ثار. نتحداك ونتحدى اي محلل واي مؤرخ واي بورتولوج دار سياسي يجبد لي شعب عربي واحد ثار. ما كاينش شي. ما تبقاش تقول الشعب المغربي ثار. إذا قريتي التاريخ والكتب والجامعات نتاع الإنجليز كتلقى الثورة ديال 1921 هي الثورة العربية الكبرى اللي غدا من بعد 1916 بمعنى من بعد سيس بيكو، وهي اللي غتشوفوها نتوما المغاربة في الفيلم نتاع مشاو طون كومبورت لو فون نتاع نسيت كاع الفيلم. على اين الفيلم كان فيلم مغربي تاع لورونس دارابيا. لورونس دارابيا غيكون واحد خينا بيتر، هو السميه ديالو في الاصل اسمه بيتر، واحد انجليزي ممثل، ولكن في الاصل قصه واقعيه كيفاش غدار الثوره يصنعوا الثوره واحد الربيع عربي، والغرض منها وهي الاطاحه بالدوله العثمانيه وبالخلافه العثمانيه، حيت ديك الساعه كانت اخر خلافه عثمانيه واخر دوله اسلاميه بالمفهوم تاع الدوله. اليوم ما كاين حتى شي دوله عربيه فيها دوله بالمفهوم الفلسفي السياسي تاع الاسلام ولا الفلسفي السياسي تاع ماكس فايبر والمونديرين مارتن هايدغر الي زوتر. غادي يخلقوا واحد الحدث وغيمشي واحد اللي هو يا أقولوا فوتوغراف، وغادي يمشي وغيمشي للقبائل العربيه وغيتعلم اللغه. كتعرفوا العرب ما كيجيش شي واحد، كيدخلوا لديورهم وكيتسنتوا وكيعطيو اللهجات وبدا كيتعلم وكيعرف. وهو يهودي. ان القضيه تكون مورا شكون؟ ام اس 6 اللي هي المخابرات البريطانيه. وهذه المخابرات البريطانيه هذه غادي يلعبوا اللعبه، غادي يمشيو لروتشايلد اللي هما الالهه نتاع الابناك، وغادي يقولوا عبد الحميد الثاني عطينا غير واحد الارض فارغه في فلسطين نديرو فيها اليهود. قال لهم ودي ما يمكنش نعطيها لكم، هذه القضيه هذه ماشي ديالتي. وغيرجعوا عنده مره اخرى يجيبوا ليه يوعدوه ب 20 مليون قطعه ذهبيه. يقول لهم ودي هذه القضيه هذه راه نتاع المسلمين وانا غير مسؤول على المسلمين، خدام عندهم ما يمكن شيء. منين شافوه ما غاتجي شيء وغيخرج روتشايلد مشي هذا ولكن الجد ديالو وغيقول اي ام وايتي لون تايم، انا كنتظر منذ سنين. تبقى الكتاب المقدس ديالهم العهد القديم مش العهد الجديد، العهد القديم انتظروا علامه ساين علامه من لدن الاله.
ما عطاها شيء، انا غنمشي ليها بيديا. وتما تجي الحكومه البريطانيه وغادي يمشيو للشيوخ نتاع القبائل وغادي يشريوهم، وغتوقع خيانه. وتما غتبان في 1932 1921 الثوره العربيه، وغتوقع الثوره وداك الشيء، وغادي يبينوا هاد الاسره اللي هي نتاع ال سعود، اللي هي ديجا المره الثالثه وغتصدق ليهم، اللي هي ال سعود تكون في 1932 36، من موراها 36 32 36 ال سعود من موراها، ويكونوا حتى هاد اهل هادو نتاع الاردن. وفي 47 48 غتبان سميتو. اذا هذا تيقول شي كلام، فهمتيني، ثوره الملك والشعب راه ما كاين شيء، ما عمر شي شعب كيدير ثوره مع الملك. الحسن الثاني وولده وهذيك الحركه الوطنيه كلهم كانوا خونه. الاستقلاليين اللي كانوا في الحركه كلهم كانوا خونه. في 1923 24 اوبر ليوطي نكح ومنكوح ومن اصول إسبانيا، لأن اسمه بحال غونزاليس، السمية ديالو طويلة، غونزاليس أعتقد شي حاجة إسبانية، غادي يمرض، أي مرض بالكبد ديالو بالكبدة ديالو، وكان ديك الساعة في المغرب، غيخرجوا هادو اللي كيتسموا أهل فاس، وهما ناس من أصول يهودية، وحنا المغاربة، والبلد الوحيد في العالم عاوتاني، اللي قلبه كبير، و كي اوفر لوسبيتاليتي الضيافه. والعرب اللي هات يقول لك اتقي شر الرب احسنت اليه. واستقبلناهم حيت في 1495 كانوا كيلوحوا من المسيحيين في البحر في متاع المحرقه. اش غيديروا؟ غادي يخرجوا والتاريخ يعود نفسه، وغيقول لهم، يقولوا له شوف نوتر ماريشال، هم كيهضروش بالعربيه وكنت هي كيجيبوا لك الدري الصغار ديالك كيهضروا فرنساويه، يقول له نوتر ماريشال راك مريض. قال لهم راه جا واحد الطبيب ان باريزيان. قال لي لا، حنا غادي نخرجوا الطلبه ديالنا والشباب ديالنا والفقهاء ديالنا. قال لهم بوكوا فيغ؟ قال لهم صلاه ندعو لك. قال لهم وادعيو ليا. وجاب الطبيب ديالو وقالوا ليه اجي غدوك للضريح، الضريح مولاي شي حاجه. ايوا وداك الضريح هو عارف مدفون فيه شي يهودي، حتى داك فرنساوي هذاك. واش قال لهم؟ انا لا ما نخرج شي، ولكن منين برا دار لهم بخاطرهم. هذه هي ثوره محمد الخامس والحركة الوطنية واليوطي ضد الشعب المغربي 1924 يا ناس. ومنين سال مرض من برا ومشى عندهم، وهم يديوه دخلوه لذاك الضريح، هو يقول لهم جوفو زامبيان، الدعاوي ديالكم راه وصلوا الإله، وصلوا القلب ديالي، انا جيت فرح. ومن ديك الساعه لدابا صانعي القرار تيديروا في الاضرحه، راكم شتا جولي دار بزاف ديال الاضرحه وتيعطيهم الفلوس وكيمشي لهم كاع. وغير في هذه بضعه ايام محمد السادس قال المغاربه خرجوا حفاة عراة باش تصبشا، مع العلم العالم برمته كيستعمل الهاتف وكيخرج باش يشوف واش كاين الشتا ولا لا. إذن أنايا هادي واحد تلت أيام كنت غنمشي نسكر في واحد البار جا في وسط لاكار ديال كوبنهاغن. أول حاصل كنت غنمشي ليه من الميريكان هنايا، حتى الطيارة بوش مش هنا ما عندناش مشكل وعندنا الفلوس الحمد لله. لا ما كنستعملوش الفلوس نتاع المغاربة، هذوك كيستعملوا المغاربة محمد السادس عنده فيهم الحق.
مشيت دخلت للتليفون وانا ندير كوبنهاغن، كانت فيها قطارات، وانا قلت بغا نمشي لكوبنهاغن باش نضرب شي بيرات في لاكار 8. وانا نسول عاوتاني، طرحت السؤال قدام كوبنهاغن، قدام لاكار دو كوبنهاغن، قال لي غادي تكون تولوج. انا كنت غادي نضرب واحد جوج بيرات باردين تمايا مع عندهم شي بنات زوينين كيشربوني، وقلت تما غادي نمشي على رجليا لواحد البلاصه، كانت قشطه نتاع الميريكان، سونتر امريكا، كانت تما كريستينا. قلت نجيبو منها شي بارتي تما، شي واحد كيلو نتاع الحنه، عندهم الحنه والغسول، وقلت حتى تما كاين الثلج. ما مشيتش شي، شو دابا غير انا مواطن عادي، وهادو الملك قال واش هاد الملك عنده شي عقل ولا ما عندوش؟ هاد الملك هذا باش تعرف الناس اللي حاكمين مازال تيعتقدوا كيحكموا باللوجيسيال نتاع هادي 40 عام. حنا واحد العام كنت مع شي دري صاحبي، واحد الدري صاحبي مكيحشمش اسمه نور الدين والحما والحسن الثاني، قال الناس خرجوا راه خص تبشتا ودي يجي الناس. انا كنحشم حيت انا واحد العائله محترمه، ولكن صاحبي نور الدين عرفت اش قال لهاد الناس؟ هادو ما كيحشمش، دابا راه مولا وليدات وكبير ولاباس عليه ومن المصلين تيكون في الصوف الاماميه، قال لهم اش ديروا؟ هما شوفوا فيه شي ناس، قال لهم اش غنديروا؟ راه الملك قال لنا، قال لهم ولا قطعوا المسائل ديالكم وعلقوها في السماء، راه غتسبشتا زعما قطعوا السكس ديالكم. اش حنا كنا كنقولوا لهم؟ حنا ما كناش كنعملوا بهذا الشيء هذا. ودابا في عصر العقل الذكي تيخرج هادو مازال بغاو يحكموا الناس باللوجيستيك القديم بكرة القدم، ودابا تيخرج لنا هاد 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 الصحافي المدرع. تي راه واحد البهزالة يا صاحبي، بهزالة. دابا قال لك الملك والشعب، قال لك ثورة الملك والشعب. الثورة راه كدير بالسلاح، الثورة كدير بالسلاح، خص يكون يسير فيها الدم، سي لا ريفوليسيون. هو مع ما قاريشاه بحال كاع الملكيين كيهضر على الانتفاضة. الانتفاضة هي اللي كتكون ما كتكونش بالسلاح، لا ريفولت. وفي كلتا الحالتين تكون انتفاضة ولا تكون ثورة، ما فيهاش الملك مع الشعب، ما كاينش شي القديمه، ما كاينش شي. كان البلاط غادي مع الفرنسيين، وكانوا المغاربه، وكانوا مغاربه ولاد الشعب. اش وقع الزرقطوني؟ كانت خيانه، وما عارف غير يتعذب وغير يتعذب، غير يقول صحابو كلا الكينات ومات. اش وقع سميتو سميتو شيخ العرب والاخرين. هذا هذا كيزور التاريخ. قال لك الاستقلال، راه ما كاينش حاجه بيتها استقلال، ما كاينش بيتها استقلال، راه ما كاينش دوله عربيه عندها استقلال. الا شي دوله عربيه قالوا لكم الناس ديالها عندهم استقلال، قول لها ودي قولناش مكتوب في الوثيقه ديال الاستقلال ديالكم ها العار، وريني فوتوكوبي ديالها. ما كايناش شي، ما كايناش. الا بغيتو تعرفوا الاستقلال نتاع امريكان، اطلع لكم واحد جوج ثلاثه طاطا واش قالوا لي لي غروند فادر نتاع سميتو نتاع الاستقلال. هادي ما كاينه شي، الناس ما عارفينش اش كان. انا شوفوا حنا اليوم ديك النهار كنا كنتفرجوا العثماني جلس مع الصهاينه وقاس محمد الخامس بالخلخال، وقالوا الطباع هو راه استعمار. واش كاين شي واحد يقدر يقول لكم اش مكتوب فيها؟ هاتوما عشتوها، كيف يعقل استقلال؟ راه الاستقلال كيتكتب في الارض وعلى الطاوله نتاع داك البلاد اللي غتستقل في الوقت اللي كتمشي عند المستعمر. راه ماشي استقلال، هذاك ماشي استقلال. بعدو مع الشعوب ديالهم وعلى النخب ديالهم وكتبوا داكشي. وباش تعرفوها غتكتب وثيقه واحده اخرى
وغدير فاس وغتوقع فيها توقع فيها واحد الفاسي. شي اخوان قالوا لي راها مرات علال الفاسي. بعدا راه كاين 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 لا سميتها كاين كاين تزوير وتزييف ديال التاريخ. قال لك هذوك اللعابه هما اللي لقاو الملك مع الشعب. الملك مع الشعب هذوك اللي كانوا الملك اولا كان في السياره الفاخره، دوك الناس اللي دايرين به مساكن ناس موسخين، وما شفنا شي الناس اللي لاباس عليهم والناس اللي زويونين، وما شفناش ناس ديال الدار البيضاء ولا نتاع طنجه ولا نتاع جبله، ما شفناش الناس نتاع سوس، ما شفناش نتاع الهيه والهيه. واحد الانسان دايز في السياره، انا ما نقدرش نقول لكم واش ملك ولا مش ملك اللي كان جالس ثمانية، ما نقدرش نعرف حيت القضيه دي زعما يمكنش تقبضها. فهمتيني؟ ما خطاش واحد اللي بغى عنده الوقت يدير غير سوغ ايماج فهمتيني، وداك الشيء ما عندنا ما نديرو به، حنا غنقولو هو الشعب. في الوقت اللي انت كتكلم المعيشه كتغلى، في الوقت اللي انت كتكلم الأثمنة نتاع الغاز هبطت في العالم وبقات كتغلى في المغرب. واش هاد المسائل هادي هي اللي خص يدخل فيها الملك؟ الغلاء خصو يحبسو الملك. في 23 سنة الملك ما قالش خطاب مجتهد كيرتقي وفيه الشروط نتاع الخطاب نتاع خطاب سياسي. في 23 سنة محمد السادس ما دارش شي حاجة، الناس تزادوا وتيشوفوا غير الغلا 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 الغلا. إذن ما تلعبش، راك ما تنعس حتى شي واحد. إذن باش نختموا مع السيد هذا، هذا الحدث هذا نتاع الكرة باش نتفاهموا مزيان، الكرة الفوتبول كرة القدم، أولا ما كتهمش المغاربة، ما كتهمش الشعب. وباش نحددوا المسائل مزيانة، شكون اللي كيتفرج في الرياضة في كرة القدم؟ غير الشباب. أي نوع من الشباب؟ أبناء الفقراء والمستضعفين والناس اللي في البرارك، أولاد الأسر الكبيرة كيمارسوا ركوب الخيل ولا السباحة
ولا كيمشيو للكلوبات كيلعبوا لي زيشاك، ولا كيمشيو كيسيرفيو في البحار في الطبيعة، ولا كيلعبوا الجولف ولا التنس. هاد الرياضة هادي غير واحد الشريحة نتاع ولاد الشعب صافي، ماشي لكاع المغاربة. أنا باغي نسول المغاربة، واش تتم الأساتذة، واش تتم الجامعيين، واش تتم القضاة والمحامين، واش تتم الأسرة المرأة مع ولادها، ما كاين حتى شي واحد. وعلاش ما خرجش محمد السادس بالنهار؟ خرج طاح في الظلام خلسة. إذا كان محمد السادس خصو يخرج، خصو يخرج في الوقت كي يريبوا الديار على الفقراء، في الوقت اللي رحلوا 12 قبيلة. إذا محمد السادس رجل ملك يحب الشعب، ما كانش يطرح السؤال أين هي الثروة، بل خصو يجيب الفلوس اللي ادى لإفريقيا والذهب والفضة اللي خرج، ويورينا فين هو الفوسفات. والعالم كامل يعلم أن الثمن ديال الغاز راه هابط في العالم كامل. في المدينة ديالي أنايا نزل على حساب لي بومب ا ايسونس، كاين اللي هبط بالنص، كاين اللي ب 45%، كاين اللي ب 40%، حسب كل بومبا ديسونس ايش اين شركه مناش كتشريه. وهذه كتبين على كاين واحد لا كومبيتيسيون، كاين تضارب بيناتهم، بمعنى السوق راه حره. ولكن هذه راه امريكان، تمايا كاين الله واحد والملك واحد وولد الملك واحد والمهدوي الاله نتاع الصحافه. ما يمكنش شي واحد يكون سميتو شي واحد اخر، ودابا خرجتي كتطعن في الصحافه الاخرين زعما غير نتايا اللي صحفي بلاطي. ايوا انا غنقول لك واحد الكلام، وقولها لمحمد السادس، الشعب راه ماشي معكم، وانا ولد الشعب وكنعرف الشعب وكنمثل الشعب. وعاود غادي نقولها، هادوك الناس اللي جاو لعبوا ولا اللي زيميغري راه داروا جريمه في حق الشعب المغربي، راهم غير عطاو واحد المصداقيه لواحد النظام اللي هو فاشل. وغادي نقولها لمحمد السادس، شوف محمد، اتا هاد الايام راه غتسالي، وغنبقاو فاس فاس دائما غنجبد لك الذهب الفضه الفوسفات المعادن اللي بدات كتخرج، السمك وكل شيء. وغنقول لكم واحد القضيه، الايام القادمه غتكون ردة فعل نتاع بزاف ديال الحكومات والبرلمانات والاحزاب السياسيه الاوروبيه على المغرب من الناحيه السياسيه. ربما في الشهور القادمه، ربما قبل، غيخرج الخبر واش بالفعل المغرب ربح ولا ما ربح شيء اسبانيا. يعني هذه كره القدم، وكاين بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الحوايج. اذا كوني عاون ربي، شاركوا في القناة لكي تعم الفائدة. واللي مغطب ليام راه عريان، ورد البال لراسك. هذاك اللي غتهضر عليه دابا اللي هو النقيب عندك، لا حتى انت تمشي تجلس حداه، وراه يقدر يعفو عليه الملك ديالك باش يبين بانه هو واحد الانسان فيه الانسانية.